المهم الاخوان راني وصلت دابا، غادي نحاول ندير الانبوكسين باش نوريكم اشنو كاين في هاد الشيء اللي عطاوني هذا، وتشوفوا يعني داكشي بالديتاي يعني على المباشر. غير نتمنى انا ما تكونش شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت الصراحه والله الا باقي ما حليتش داكشي، وغادي نشوفوا ان شاء الله شنو غادي يكون. المهم راه كيبانت لي شي حاجه بنان ليمون، وهادي دونك الفروي راه شي حاجه باينين راه كيبانوا، حتى هادي محلوله، كاين وحده مسدوده وكاين داك الخومبا. هذاك الخومبا نورمالمون في الاعياد الصينيه كيعطيوه يعني الاجداد ولا الاباء كيعطيوهم للاطفال. هذاك الخومبا وهذيك الحاجه اللي هي حمراء بلاتي، هذا هو كيتسمى خومبا. دابا هذا الداخل ديالو نورمالمون كيكونوا فيه فلوس، والسيستم اللي كدير الجامعه كل عام كتعطي يعني كتعطي للطلبه يعني كتعطيهم فلوس في الداخل ديالو، وهاد الفلوس هادو كتكون كتراوح كتكون ورقه حيت ماشي بياسه دونك ورقه. وهاديك الورقه شنو كاين في الورقه هنا في الصين؟ كاين الورقه ديال 1 ريمينبي اللي هي كتساوي تقريبا شي درهم بحال هكاك، كاين ديال 5، كاين ديال 10، كاين ديال 20، 50 و100، يعني اعلى قيمه هي 100 وادنى قيمه هي 1، يعني فهمتي. باقي ما عرفناش دابا شنو شحال تقريبا غادي تجيني في هذيك نتمنى المهم شي تكون هذيك 10 ولا 20 دونك راه طوب، حيت الاغلبيه ديال الاوراق اللي كيكونوا كيحطوهم 100 كيحطوها قليله، يعني عول على الا كانت باغ اكزومبل من 100 واحد غادي تاخذ فهمتي هاد الخومبا ولا، حيت ملي سميتو ملي مشيت كتعزل فهمتي غير بالزهر ديالك، كيكونوا بزاف محطوطين وكتهز واحد دونك عندك انت وزهرك. نتمنى انها تكون يعني شي قيمه ما تكونش واحد المهم ما نتحاشمش معاكم وصافي. المهم نبداو الانبوكسي. المهم كيف ما شفتش جايب داكشي، المهم راه كانوا جوج ديال هذا، جوج ديال الكريطينات هادو. دونك نبداو الانبوكسين. كان عندنا بدا البنان، حتى الاشيش والله الا فهمتي باقي ما شفتش والله كنقسم لكم بالله. المهم البنان وهادشي راه بان ليا من الفوق راه كاين يعني فهمتي دي فروي، دونك نحطو سميتو الليمون شاخ. ما عرفتش اش تعرفوا هادي ولا لا، هادي راه فهمتي كتكون هنا في الصين معروفه في الصين، هادي خصها فيديو بوحدو هادي. هادي تنشرح لكم فهمتي الديتاي ديال هاد الفروي، هادي راه برمي لي فروي اللي طوب، يعني شي حاجه اللي عزيزه عليا. بقى ليمونه هنايا، حطوا هادشي هنايا، تفاحه باقا، تفاحه هو الخومبا، هذا هو الخومبا. غنتسناو خلي الخومبا هنايا بلاتي الفلوس خليهم من الاخرين، غنشوف شنو كاين هنا. هذا راه باقي انا نقول لك راه باش تعرف، باقي والله الا باقي فهمتي داكشي باقي ما حليتوش، باقي كيف ما عطاو ليا. غنديرو ليها هكا، ها شنو كاين لداخل الاخوان، كنقسم لكم بالله يعني فهمتي داكشي والله الا باقي ما حليتوش، وخايف لا تكون شي حاجه ماشي هي هذيك. شناهو هذا؟ هادو تقاشر بان ليا، خصني نشمهم، ما فيهمش الصراحة ما فيهمش ديك الريحة ديال الشينوا. هادو لي ماسك الصراحة مزيانين، غنحتاجوهم تقريبا هنا. شحال كاين من ماسك؟ كاين واحد البركة فين مكتوبة؟ هي كاينين 10، 10 ديال لي ماسك. أنا كان عندي ديجا واحد الباكية فيها تقريبا شي 100 ماسك. ويلي تقاشر واحد الاخرين بان ليا ولا نفس جوج تقاشر، هذا تقاشر ديال البرد وانا ريت تقاشر حمرين. شنو اخر؟ وداك الشيء اللي بان لي لي هادي كندير بها، ما عندي ما ندير بها هادي. هاد دونك اشنو كاين هنا؟ هنا كاين هادشي لوح ليا، هادشي هنايا هاي عارفين انا فهمتي هادشي عزيز عليا. لي بيسكوي صافي كنحلو هادشي، هادشي ديال الدراري الصغار. يلا درهم 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 درهم، هادشي ديال الدراري الصغار. المهم هذا هو اللي كاين الاخوان، هذا هو اللي سميتو راه مبقى والو في الكرطونه، ما تقولوش راه خبيت عليكم، مبقى والو هنايا جاي مبقى فيها والو. كاين هو داك الخومبا بلاتي، هو الخومبا هاو باش ما تقولوش فهمتي راه غمقت عليكم، هاو باقي كاع مسدود. ها انتم الاخوان، هادي شناهي؟ هذا سميتو باش نقصيو. شناهو هادشي اللي كاين؟
لا لا مازال مازال بلاتي. ها شنو كاتبين؟ كان بي يوزيد ان اكسشانج فور سبرينغ فيستيفال. هذا نقدروا نستخدموه في الريستو امتى؟ ما بين 11 شهر جوج و 12 شهر جوج، ما بين 3 ونص ل 6، ولكن ما كاتبينش شحال ديال سميتو، شحال ديال القص فيه. دونك ما تقدرش تاخذ بلاصتو الكاش بالطابع ديالهم، هذا هو اللي كاين. دونك في البي 1 كافيتيريا، دونك هذا فهمتي، خصنا نمشيو للريستو نهار راس العام ديالو، ما بين 2021 شهر جوج 11 في التوقيت هذا، او لا في التوقيت هذا النهار الثاني ديال راس العام. صافي هذا هو. مية درهم، مية درهم، والله الا مية درهم، والله الا مية درهم. هاي هاي باينة، هاي باينة، ها من الاحمر، ها واحد اخر الاخوان. دونك جوج، دونك هذا فهمتي. دونك اش ندير انايا؟ غادي نمشي نهار 11 وغادي نعاود عاوتاني نمشي نهار 12. هما جوج، المهم جوج غداوات ولا جوج عشاوات تما، 100 درهم والله الا 100 ريمنبي. هاهي دابا غادي نمشي نسول فهمتي دوك الاجانب واش خداو شي حاجه ولا والو، هادشي اللي كاين. مابقى والو لداخل. المهم 100 الاخوان، والله الا 100 ريمنبي تقريبا شي 140 درهم، 139 درهم. هذا هو اللي كان الاخوان، هذا هو الحصيلة اليوم. نرجعو دابا لهادي، هادي بلاتي خصني نقاد عليها فيديو بوحدو، هادي وخصني نحلها، هادي خصني ندير ليها ماشي الانبوكسين، الانبوكسين ديال الانبوكسين هادي بلاتي نبدا. شتو الاخوان؟ راه فيها تقريبا شي 400 غرام ولا 300 غرام، فريمون فريمون شوية ثقيل. هادي خصني نقطعها ونصايبها ليكم ونوريكم كيفاش كدير. راه كاينة جو بونس، راه ولات في المغرب هادي. هذيك كيسميوها هذيك ديال الفاكهه ديال الدراغون، راه نسيت السميه ديالها، خصني نقلب عليها بالشينويه بسميتها بلونغ، سميتها واش سميت واش دراغون. المهم الاخوان هذا هو اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. الصراحه ما كنتش معول انني ندير فيديو، يعني جا بارازار عيطوا لي باش انني نمشي ليه للمكتب باش يعطوني داك الحاجه، حيت اليوم كيتسمى بالنسبه للصين كيتسمى السيونيان، يعني راس العام ديال الصين غادي يكون ان شاء الله نهار 12. دونك هذا هو اللي كاين. كيف ما كتعرفوا في الصين راه كاين عطله، كاين بزاف الناس كيسولوني اش من عطله كاينه في الصين وشنو هادي. يعني في الصين حاليا راه كاين عطله راس السنه الصينيه. نتمنى الفيديو انه كان نال الاعجاب ديالكم. كيف ما كنت قلت لكم من قبل، نحاول ان شاء الله باش نبقاو نديروا ريفيو على المدن الصينيه. باقي كنفكر واش نخليه في نفس القناه هذه ولا نشوف شي قناه اخرى فهمتي، ونبدا نحط فيها الريفيو ديال المدن، يعني داكشي يكون يعني شي حاجه اللي تكون شي خدمه اللي تكون نقيه، حيت انا الاغلبيه كنكون ديما كنديروا غير الفيديوهات غير بالنسبه لشي حاجه اللي كتكون متعلقه بالدراسه ولا متعلقه بشي حاجه اللي متعلقه بالحياه الجامعيه ولا شي حاجه بحال هكا. دونك الاخوان تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد او لايف جديد. بالنسبه للايف ان شاء الله نحاولوا نديروا نهار الاحد ان شاء الله، نهار الاحد نديروا اللايف هكا، يعني نكونوا يعني تكون عندكم اسئله كثيره اللي نحاول ان شاء الله نجاوبوا عليها. وتهلاو ليا فراسكم الا كان عندكم اي افكار تبغوا نحطها في القناه، خليو ليا غير في التعليق ديالكم. ما كانش عندك اي تعليق خلي ليا كيف ما ديما كيف ما كيديروا بعض الاخوان، خلي ليا غير نقطه، حيت هذيك النقطه راه كتخلي الفيديو انه كيزيد ينتشر، وكل ما كيكونوا تعاليق اكثر في الفيديو كل ما كيزيد ينتشر الفيديو. كنشكركم بزاف، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، تحياتي والسلام عليكم.